زكريا فين تدفن السي زكريا؟ هنا في سيدي عمر. حل شو واش كاين شي ماكله هنا في هاد الطاجين؟ وري الناس يشوفوا الرجال. ما كاين والو، صوت على امريكا بلا وقيت بلا يصاص بلا ما لا واحد قال له هذا سحار. لا الا قلتي لي السحار عصيتي الله. انت الفقي انت صوب عليك اسيدي هذا النهار صوت عنده انت جيب عند هاد السوسي اللي في حبريه هي اللي حدا البارشي ديال حبريه مول الريستور جيب ربع ديال الدجاج يكون سخون والخبز والله تاتي من حق الله من حق الله هات نضربوا على شام خلف الرشد الله يا ودي نضرب على شام خلف الله انا سيبو صوتهم عمر شو واحد رسكتو بس نطيحهم لك لا ما عم بطيحهم بطيحهم لك هنا داب صوتهم الله ينعل الوالدي اللي ما فيه حياش ولكن ولد الحرام تيبين شو هذا السبب اللي ساكتين سمع انت فاهم عاود صوتهم فرش الشوم جلس تاكل يلا هاد الدجاج اسيدي جلس هافي اجي هنا نشوف هذا واش الدجاج ولا ماشي بلا بغيتو نعطيه واحد قالو بسم الله الرحمن الرحيم قالو كيفاش الشيف عز سمع عندك ها انت زيد اشكي انت زيد انت الفقير اللي قال لي الشرفه ما بقوش والطلبه ما بقوش شوف هذا واش دجاج ولا ما تحلى ودي من الفوق شوف اللي تحل وتلقى الماكله هالرجال تيسرقوا هالشباب تيسرقوا إذا أنت لقيتي الماكلة سخونة قبل ما تقول بسم الله تاكل هي تشوف الماكلة ديالها وإذا ما لقيتي حتى حاجة طاجين خاوي ما فيه والو ما تهضرش دير لي الحالة ولا لقيتي شي رفعة صغيرة ولا عندها البرينة تالبورتم عندك دير لها هيدي دير لي بحال هكا وخر التيسع عقلتي شنو كنت كولي شنو كليت ولا ما لقيتي والو ولا لقيتي شي في عند الكرو شحال عندك ديال الخبز ها هي نضربوا على شي مخلطيه فرجوا غير بشويه حنا ما مسروبينش راه العوام في الهاد انت سيدي حل عينك الفقير انت شري هاتي بسم الله ها واحد ها جوج ها ثلاثه زيد شويه تنشوفك زيد شوي زيد تنشوفك زيد 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 تنفك بركة زيد ها أربعة ها خمسة يلا حل دابا ماشي ما عندك تالية باش تخلص حلف ليا بالله أمنا بالله ديما يعمش بالله باش يرسل هو زيدك على كل شيء وكيما نقول أنا نقول أنت هو اللي غوت معايا بالغوات وفرح يا كل شيء الله يعطيك النجاح والله هذا باغي يعرق أنا كلام مزيان فرح يا كل شيء وسعدي يا كل شيء الشريف والرحالية غادي يعطيني شوية ديال الدجاج وغادي يعطيني شوية ديال الديزير وغادي يعطيني المنادى وما نعطيه تالية البيض البيض ونقول ما تخاف والو ونقول نبيض البيض ونقرك عليه ونقرك عليه لسان وانت عمرك بيضت البيض قول والله واليوم غتبيض في ديك البلاصه اللي كاز فيه الى حتى ياكل عادي يبيض لا سيدي المثل راه جات وقول ورينا عارف نشوف اسيدي اسمع داك الراجل راه سمعتهم اللي قال بسم الله انا عندي خمسه وليدات وباقي على الله والعواش لهذا وهذا الشهر ديال العاشور اليوم فاتح محرم انا باقي على الله واحد المرضي يفتح لي الباب يعطي الشيف الرحاليه والرحاليه وموتو يعشيني انا وليداتي يضيفني يعطيني واحد 100 ولا واحد 1000 ولا واحد 400 ولا واحد 60 ولا واحد 40 ولا واحد درهم ماشي على هذا الفراشي غنفرشكم لا على جوج تاع الناس شكون هما هاد الناس على الشيبانيه مع الشيباني على موالي الحليب الحلو والله مرفوض عليكم على ريدات الوليد والله من فوت عدتهم على ريدات الوالدين شاك يا سيدي انا شي عندك اخويا انا شي عندك سيدي انا شي عندك اخويا انا شي عندك الحاجه كاين هاكا الماكله ودي الله يرفع الشيف الا مسخوط لا تعطينيش صبر انا جاي نشد بيديا والله الا عندي خمسه وليدات ومهم السونه سبعه وانا شيباني في عمري 61 سنه انا ولد رحالي ومرضي الوالدين وانا باقي على الله وانا شادود من صلاه العصر يا ربي راه اليوم فاتح محرم
ويوم الزكاة والعاشور يا ربي اللي جبت واحد الدنيا ولا الفرق ولا قيدتي مع يديه الله إلا قيدتك مع سيدنا محمد رسول الله أخويا أشري هاد الصدقة اللي كتعطيني والله إلا غياكلها خمسة ديال الوليدات وهم الصولة سبعة وأنا شيباني هاني كنوضوع من صلاة العصر يا ربي راه العواشر وهذا نهار كبير عند الله يا ربي اللي حل بسطامول يا شيخ وفتح لي الباب ولا قيدتي مع يديه الله إلا قيدتك مع الحبيب سيدنا محمد رسول الله الله ما ربي هذه في الله عاد المرضي ماشي عاد المساخير اما المسخوط وخلطه بوضي في الله ما يعطيناش انا ترضي في الله الرجال انا ترضي في الله المرضي ماشي المسخوط ها عار الوليد الله تفرج هذا الرجل الله يخمر خبزه الله يعطيه التيسير ديال الله هذه الشريفه الله يعطيها ما تبغي هاميه يلا ولدي يلا يلا كول كول ديك الماكله ولدي ها شوفي انا اللي غنعطيك تاكل ما غيعطيك والو هاميه على الوالدتي من عند هذه الشريفه الله يحلي كلمته والله يعلي درجه والله يعطيها ما ثبت عند الله والله يشعل النيه تكون صدقه ورحمه والديه في هذه العواشر الثامن الشيبانيه والشيبانيه راهي ذات الوليد شكون اللي قال لك هذا الشيء شكون اللي باقي قالها الله يخليك يلا تفرجوا هالف يلا ودي خودي كلمك ها البركه اللي قسم الله الف يلا قول ودي هذه الماكله ها اللي قسم الله كاين اللي عطاني درهم كاين اللي عطاني 40 كاين اللي عطاني 60 كاين اللي عطاني 100 كاين اللي مسكن ما عندوش كاين اللي قلب الصدام وصاب يعطيني 100 درهم ولكن ما لقاش الله يعطي الخير اسي اشري ما عندك شي وقف تفرج معاود الحالية ولدي ربع رجليك يلا قول ديك الماكلوس واضربوا على طموح الشرخة ديالك الله يسركم في هاد العواشر الله يجعل الشهر اللي دخل ديال العاشور يقول لكم بالربح وبالرزق امين الله يجعل الشهر ديال فادي عمو حرام الله يجعل لكم بالرزق انتم ووليداتكم الرجال قولوا امين يلا اضربوا على شبخة الرزق ولدي يلا قول ديك الماكلة وسير بحالتك ما تعطيني تاريخ والله هي اللي عطيتك بسم الله هاوليدي هاوليدي حس ولا سير الله يرضيك سير الله يرضيك حتى ما كنتيش تحس سوتي الله يرضيك إلا باقي تقول الله يلعن والدي المؤمن أنت هو الهادي إلا باقي تقول الله يلعن والدي ودابا لابد تنوض دابا لابد تنوض غيرو إلا قعدتي ضيعتك بلا شعور ولا وقفتي ضيعتك شي كسيدة يلا شو هاد الوليدات كي قاسم شو هاد الشهر كي قاسم هانت سيدي هانت ولدي ها حل الكمينة شوف الماكلة واش ها هانت شوف اللي بقى تما خلي أريد والله لا عطيتيني شري هانت غسلتي لك ولا ما غسلتيش ولا نو غسلي ولا تاكل بلا غسيل اللي عجبك إلا بغيتي تاكل بلا غسيل كل بلا غسيل غسلي يدك أولا الله يعطيك النجاح يعطي الولد الرب كاين واحد شويه ديال الماء باش تغسلي هاكا ولدي بسم الله يا ريت تولدي هاكا واحد شويه ديال الماء باش الى الله في شويه ديال الماء ولدي حاشاك الخير شوفي ديك الموس خير ما عندكش شي صابون حط ديك شويه في التراب سرب حط مزيان يلا هاك غسل اقول اعطيه غسل ما سمعتكمش الله يغسل قلبي وقلبكم الذنوب قولوا امين هاكا هو هذا كنت نهضرو خويا في الحلقة ها ولدي ها ولدي ما راه ما بقاش وانا هضرت في الحلقة ولكن دابا خويته ما عرفتش غادي المهنة تخادع سير اللي عندك تقول القهوة بالزربة غسل لك واجب باشي ما تعطلش اجي 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 والله لا مشيت شي سقايا والله لا مشيت شي قهوة يلا صوتك قول يا عفريت قولها لي بالغوات قول له جيب لي المدابة باش نغسل يديا انت شي في الماء راه ما بقاش وباش غادي يجي الماء عندي باش يجي الماء انت ولدي اشري اشري هاي ما زين او الصحراء او الشمال او الغرب هذا ها الحكمة باش غيجي الماء واخا خويا نعطيك واحد واخا ودي نعطيه لا ما تنبيعوش غير فلوس واخا سيد واخا لا الله يعطيك سيده في هاد العواشر الى لقيت هذا ب 100 الف اللي غنعطيك وعلى الشيء اللي قاد الحكمه اللي غنعطيك اللي عنده شي وريقات معكسي اللي عنده سفر معكس اللي عنده ثقه في الخدمه اللي الناس خدموا معكس عليه اللي عنده بنت عندها ثقه في الزواج اللي عنده صداع في الدار اللي تابع العيد البشر اللي ما عندوش عندها في خدمه لا في بلا شرف نعطيك هذا من عند الشريف وانت الرحالية انت الشريف ها الشريف دور هاد الحكمه اللي غنعطيك خمسة المرات على راسك عريان وديرو في الجيب ديالك عليم ولا في البسطام وصيل لذاك الغرض اللي عندك معكس إلا ما تخدى غرضك وما فرحت وسعدتي الله يعطيني شي كسيده في الشنطي على جوج
على شهور التقرا في الجامعه في الباك اعطيه عنه في المحفظه ديال الكتب. الى رجع ساقط الله يسقط بشي كسيله. اللي عنده شي بيعه وش معكسه، اللي عنده دعوه معكسه، واخا نعطي لخويا واحد هاك لما تبيعوا شي سيدي غير فلوس. اجي يا ولد هاك الماء هاك زيد عندي اجي ازيد حدايا هاك زيد هنا الور هاك شوف الموقف حنيا طول كيما دير انا هاك واحد هالمات وخافتي عليك اسمع اخوتي الرجال هاي مازي او دازرو او دخليفه او دخميسات او دقروان او التونات او الشمال او الغرب او الريف او الضحاك وحق وجه الله ونديني عند ولادي على خير. الى رخيص هذا من يتنفس اللي غنعطي والله العظيم والله العظيم وحق وجه الله وانا هنا عريان وش بدي عندي هذا. الى ما فاجع لك الله تعالى تعيني لله وخاسيت اعطيك هذا الشيء هاك ها طلق ليه الروبين واحد زيد هنا حدايا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة شوف المواش كيتقول ما غيتقولش لا ما تنبيعوش عندي شي 10 وما كاينينش ولا 12 اللي يبقى عنده واحد من هاد اللي يعطيه 400 ألف الله يسامح يعطيه شي فرحان هذا الرجل يجيبو يعطيني واحد 100 ثمن كاس كاس ساعات انت خير زيد انت خير خويا انت خير زيد انت خير لنا أمو لمية 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 إلا ديت منك هاد خمسة تهبط الله يعطيني كسيدة فيها دعوات اللي غنعطيك اللي غنعطيك والله واش خير خويا واش خير زيد والله تخير لنا والله والله وصلتي حرام علي ولادي حرام عليا وشديتي عندي هاد البركه ودرتيها في الفم ولا مشيت يا داك العكس اللي عندك ديال خدمه ولا بيع ولا اوراق ولا سفر الا ما كان لك مفتاح ديال العز وما كان لك مفتاح ديال الخير الله يعطيني شي كسيده في الشنطي على جوج واخا هاك هلمها شوف الموش زيد الموش زيد واش راسك هاك شوف الموش غيدخل ولا ما غيدخلش يلا طلق ليه الروبيني شوف الماء شوف الماء طلق ليه الروبيني طلق طلق كتربو على نتوما شاف خبر زيد الماء باش ما تخلقني زيد الماء 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 حبس يلا سير حل الكابيلو راه غاد كون شنو خلي شوي جيب الشمونة مع الدجاج اهدر اصاحبي اخوت دار دولة سخونة جيب شوية ديال الديسير اش من ديسير تاكل البنان والعنب يا ودو شي البنان والعنب اللي ما قال لي تهلاصي تعيط والله كله تهلاصي يلا جلست واخا سيدي نعطيك انا شيء واخا سيدي نعطيك لا ما يبطلش واخا الحاج راه ما تيبطلش ها اشري شوف فين نديرو انت اش غتعطينا تنفرق هذا ب 400 دور انت انت اشري راه عندي طوموبيل اسانس ماشي مازور البوليس الكوميسي يعرف الدار تاعو ودر الحاليه والله العظيم الى هالبركه اللي عطيت ها وشتي ها هو عندي في البسطام اسمعوا الرجال الشباب وحق وجه الله وهاد العواجه الى هالساروت عملوا في البسطام ولا بشي الى ما تفرحوا ان شاء الله يخلي الدار ديالي انا الله كول يلا ضربوا على شمخه نعطيه ياكل ضربوا على شمخه واحد ها لا القرو ما تجيبوش ما تكفيش يا ولدي اهضر معايا لا ما تكفيش ارى لا ما تجيبش الحلوى لا ارى الخبز ارى البنان ارى البرقوق ارى المشمش يعني ما ودي تربي عندك حلوى بيا تسربي ها هاك هاك سير أرى من البرشي ديال الحمرية زيد عندك السوشي اللي يعطيش ديال الله هو واحد أشو أشري أشري أفاسي الله يهربي عليك ثلاثة أربعة زيد 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 ها خمسة بارك أضربوا على شو خلوا الله في العيد والله قوت الله الله في واحد كلمة قالوا لكم انا رجال وسمعوا ليا انا هو الحمار ديالكم قولوا حاشا انا هو الكلب ديالكم قولوا حاشا حاشا واش الله واحد ولا شوف واحد وهاد الفلوس اللي عطيتكم واش يتقادوا ولا ما يتقادوا قادوا وحنا غادي يتقادوا ولا ما يتقادوا قادوا شكون اللي غادي يبقى الله الا ضيعتكم في هاد 100 ديالكم الله يعطيني سيك سيده في هاد العواش واخا خو نعطيك واخا ولا ما فتي يا سيد الحليف اش غتعطينا كار 100 كاس قهوه ما كاملش هاك هاكا ودي هذا هاكا ودي شد شد قيام بسرعة هاكا دونو هاكا الباني هاكا الباني اضربوا عليها شو مخمالك ومساكت هاكا الباني هارا مشماش هارا مشماش وحبوا النو وحبوا مشماش بالطبع هاو شي بالعلم لك حد ايه شي يعني غير يكون شويد وشد لي شي قرعة ديال المنادة فقولوا تهلا فيه تهلا فيه هاو ودي كسر شي باني عفا ودي بسم الله هاك 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 هاك
ولدها تشبع الخلاص ديالك غتبين جوج بيضات وتقرط عليه ما يكونش جوج تاع الفلوس والله غتبين وليني خدمت فيها كل شيء عمرو تهلا فيه تهلا فيه واخا نعطي خويا واحد واخا زيد واحد شوف ثلاثة أربعة بارك هاك لا ما يفطرش زيد اللي يشد من عندي هذا ما يفطرش اللي يدخل به الحمام ما يفطرش اللي يدخل به الطواليت ما يفطرش اللي ما كانش على وضو ما يفطرش المرأة عليها حمام بالغسلة ما يفطرش وحق وجه الله أنا عارفك إلى هذا الوجه شي داك العكس اللي عندك ديال خدمة ولا بيع ولا سوا ولا وراك دير لها طريق أعطيني 100 وعقل عليا وشربني سير شربني عقل عليا إلا ما تفرح وسعد الله يخلي داري أنا جي عندك أزيد أنا جي عندك بسم الله هكا هكا سيدي هكا هكا الخبز سخون اضربوا عليها شبكة الفرش هارمونا دبرت يا الله مرحبا بك أبو خلونا مرحبا بك ها العنب يا سيدي ها العنب والخبز اضربوا عليها شبكة الفرش عندي شي بركة قليلة اللي يعطيني بيها غنعطيه واحد وخاسي اللي يعطينا وخاسي يعطيك اللي يعطينا فرقة نعطيه جوج اللي وخانا اللي يعطيني 400 نعطيه أربعة وخاسي يعطي والله العادي مرجع لا شي أشري أنا أحكي أنا هرشطو والله يعطيني كسيدة فيها كليل إلى رخيص هذا 100 فرق اللي يعطيني حرام عليا الحليب اللي قطعت من الوالدة وراس لاسي حرام عليا وأنا هنا عرقان وشدي في عندي هذا بركة وضرتها في بسام كل شيء بكعني يا ذاك العكس اللي عندك والله تيتحيد يا الغرض الوجه والله تيخلط يا الحاجة اللي معكسه والله تنشي إلا ديت منك بيا بطلت عينين والله شكون اللي عايط لي هو الأول جاك الخير جاك الخير جاك الخير والله ما قلت راه عندك وصل جاك خير خويا جاك خير سيدي وخا سيدي وخا خويا وخا هالبركة اللي عندك اللي ما شاط لي يسمح لي وخا سيدي هاني كيف وخا خويا راه كل عشية تنقولك اسمع أشري أشري هاني غتعطيني بيا وخا تعطيني 2000 بحال هذي وخا تعطيني 4000 اسمع أشري تعطيني 4000 بحال هذا والله ما خلصتني في هذا اللي عطيت حرام عليا ديني وصلات ولادي حرام عليا والله يعطيني كسينه في هذا العواشر الى هزروت عملوا في البصام ولا في الشيب علم الى ما تفرح وما تسعد وما تحيد عكس داك العكس وما تخدى الغرض اللي عندك معكس عرفني عن يهودي ما شوط الرحاليه ولا ما فكر لي السيد حالاتك الله يهديك ها بغيتك انا ودابا اسمع اسمع المولى فيك راه عنده في البصر قالك الله يعبر اسلعه انا ما فيك لي سرق على سديت اسمع الناس مشربين راه تنفرق هذا ب 400 في بلاصه اخرى ها البركه اللي عندك يلاه ديالك كيف سي الحكي لك اش غادي تعطيني 100 درهم انا غادي نحضر ولادي على 100 غادي نحضر مصلاتي على 100 وحق وجه الله وانا وصلني عند ولادي على خير الى البركه اللي عطيتك والله الى مزيانه اللي معكش على خدمه اللي معكش الكوريخات اللي تبعك عند البشر اللي سيمانه خدام وسيمانه والو اللي الناس خدامو انت معكش عليك عيط عليا الرحال اعطيني 100 هكا واحد من عند الشريف الى ما تفرحوا سعد العين لله خوتي بلا ما نطول الهضره ها البركه اللي بقات واخا سيدي اللي بغا يشوف حين هو كنحالي 100 اعطيني شي واحد اللي بغا يشوف يعطيني الفرد واللي ما فيه نياش واللي ما فيه نياش اللي كتب لي هاد البركه الزياده 100 اللي عطيتيه والله ما خلصني في هذا اللي عطيه اعطيني 100 شرب لي يقول لك رحالي اعطيني واحد الى عاونك الله يعاونني الى فرحتك الله يفرحني الى ديت منك هاد 100 باقي تسعين لك الله قولوا شكون اللي باقي اللي يعطيني شرب شكون اللي باقي يحمل معايا بلا ما بقاش من وراسي ديك المكان 10000 الى نيت قليله خليني اقول لك ديما راه اللي ما نجيبو الحبه ما نجيبوش الحبه هاكا مور ربع انت هذيك شحال قالوا لك قلت كان أكون جوج ولا وحدة جيتي دابا الجوجة يلا أقول باش تاكل داك الدجاج محمر يلا شكون اللي عطاني 400 ريال غنقول 20 درهم وخا سيدي شكون اللي عطاني 2000 ريال هاكا سيدي ها الصرف ديالك لا سيدي ما دير معاه والو سيلا النية راه مغلف وصوم معنا تقليل يلا ضربوا على شمكة الفرج ضربوا على شمكة الفرج اللهم يسر ولا تيسر مرحبا بسم الله
الله يا تيسير الله يا رجل المولينا يا رجل شدي الله يعطيك الفضل وشدي راه الحلقه هذه بسم الله انت سيد امر ديال الشريف راه الحاليه غوت الحاليه والله العظيم نمشي واحد اللي خلقنا هو الله وهاد العواج وما عطيناش غادي نقول لك الا مفتاح ديال الخير جابو ولا حرمك الشيطان وما فكنياش اللي كتبك هاد البركه اللي جا محمد رسول الله هاكا سيدي 10 ريال هاكا سيدي 1000 ريال الله يعصبك يا سيدي ها ربعه ديال هاد الدنيا الله يزيد عليك المستسلم اللي جا سيدي الى محمد رسول الله سيدي تشوف كل الدخل راه ما يجيبو الحزار والانبيات كفاو تيلفون الوافي خلالي النية حفاو تمشي عند الله تبدي طافي واللي يشتي يربح واللي يشتي يخسر راه خسر ولا تقلل في المال ونيته هلا ولدي يلا حل طاشين اخوتي وضلوا عليه وما شاء الله اللهم يسير ولا تعسير اللهم يسير ولا تعسير انا اللي يطاشي على الكتاب ديال كثير طاشي شو يحمل الكتاب بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد هكا سيدي الله يعطيك الخير هكا مفيد ديال الكلام خاصه في ديال كاسيدي الله يعطيك الصبر ديال الصبر شيفا قولوا بالربح
وقولوا على يد الله وفرضوا عليهم التعبير. يعني أمر معايا والله يعطيهم. شكون يعمل معايا والله يعطيني 100 ولا كم حاجة يعطيني. أنا على رجالك إذا بديت منك هذه 100 باطل تعيني.